يا اخوتي السلام عليكم، معكم مورايت فيديو جديد. اولا قبل ما نبداو في الفيديو ديالنا والموضوع ديال هذا النهار، اليوم كاين واحد اليوم اللي عنده مكانه كبيره في قلوب كاع المغاربه، الا هو ذكرى المسيره الخضراء. لذلك ضروري نديرو شي حاجه بمناسبه هذا اليوم. هذا نخليكم مع صوت الحسن ونرجعوا من بعد. الشعبي العزيز، قال الله تعالى في كتابه الحكيم: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يا اخوتي مرحبا بكم من جديد. الفيديو ديال هذا النهار جات لبيه لطلباتكم، حيت كنت حطيت واحد ستوري في انستغرام البارح وكنت سولتكم قلت لكم شنو تبغيو تشوفوا في الفيديو ديال غدا اللي هو اليوم. وكاين اللي بغى دويره مع مورايد، كاين اللي بغى شي تريب، كل واحد شنو بغى. ولكن اغلبيه اللي لاحظت بغاو كيف شي في... قالوا لي شي فيديو كيفاش تسوق الموتور ولا كيفاش تقلع بالموتور. ندورت مع راسي بات لي فكره مزيانه، واخا كاين بزاف ديال لي موتو فلوغر حاطين فيديوهات على هذا الشيء، ولكن كل واحد الطريقه ديالو كيفاش كيقدم. ما عارف يقدر يفهم شي واحد وما يكونش فهم الفيديوهات اللي قبل. علي مالا داك الشيء، علاش اخوتي الفيديو ديال هذا النهار هو كيفاش تعلمت سوق الموتور كما شفتوا في المينياتور. هذا الشيء اللي غادي نعرفوا من بعد الانترو. يلا بقى معايا. يا اخوتي مرحبا بكم من جديد. اولا قبل ما ندوزو للتطبيق ونعرفو نسوقو هذا الموتور، خصنا نتعرفو على الاساسيات ديال هذا الموتور. اجيو معايا شي حوايج خصنا نعرفوهم. هما الاول كونتاك هو الاول بطبيعة الحال. اخوتي الكونتاك ديال 800 فيها، يعني اللي ما عارفش غادي يقول راه تتعكس، غادي يقول فيها 800 فيها دي فو تتعكس. كونتاك راه ماشي تعكس ما والو، غير واحد سيستم سيكوريزي بحال اللي كنت دايرينو في 800 اللي الموتور ماشي ديالو يبقى يضرب معاه يدور عادي، راه ما غيدورلوش حتى الغدا ولا غيبقى يدور له بصعوبه. ولكن الموتور ديالو راه يدورو بقى ندور حتى الغدا، فهمتي؟ ما عنديش مشكل حيت عارف لا القلب ديالها بحال اللي قلتي تدور واحد الكونتاك واحد الشويه الا جيتي تبرك عليه وتدور. واحد اخر واخا يكون كيسوق موتور وداك الشيء نعطيه يدور لي كونتاك يقدر يتعكس معنا، ما كانش عارف هذا الشيء. المهم باش غنبداو تنشعلوا بالكونتاك، ها باش كنديماريو الموتور. الماتر كاملين فيهم من هنا اغلبيه بلا اللي فيهم السمارت. واحد الحاجه خصنا نعرفوها باش ديماريو موتور، تيخص يكون بامور ياك، ولا ما كانش بامور ما غيديماريلكش، لان راه باينه. تنديماريو باش نسكتو الموتور كاين الكوب كوغو ولا بالساروت. شنو الفرق بين الا سكتناه من هنا ولا سكتناه من هنا؟ هادشي اللي غنعرفو. الا سكتناه من هنا تيبقى الطابلو شاعل، تيبقى لوبتيك شاعل فيه الضو، يعني بحال اللي كنتي كتسكت الموتور. نجربو عاوتاني التسكيته ديال الساروت. ناتي زربت عليه دغيا خصو يطلع بعد هاد الخطوط طويلي. ها انتوما تشوفو التسكيته شنو الفرق بيناتهم. هادي صافي تتسكت يعني تطفي الضو على كلشي بالكونتاك، هادي تتخليك الطابلو شاعل، فهمتي؟ الا بغيتي غير توقف في البلاصه وتعاود تزيد، مور بغيتي تسكت في خطره باش كنسكتو يعني، ولا تسكت بهادي وعاد تسكت بهادي، المهم السالوت راه فيك فيك يعني غدور غدور لك حتى تمشي في خطره. هذا هو اللي كاين. نتعرفوا على شي حوايج اخرين. هذا الفار يعني الضو، وهذه لابي الفار، هذه فار وهذه لابي الفار. الفرق بيناتهم هذه كدير كيبقى شاعل الفار فيكس، هذه ابي الفار يعني غير تبقى تسني كتبقى تغمز شي واحد لا في الطريق عندك ولا شي حاجه ما عمرك كتبقى دير له هكا كتبقى تغمز كيحيد لك من الطريق. هذه السينيال على اليمين، على اليسر الا بغينا نحيدوه تنبركو في الوسط. هذه كات سينيال تيبقاو شاعلين. كلاكسون دير له كلاكسون عيان شي شويه خصني نبدلو صافي. وها الحوايج اللي ندوزو للعامر شي شويه، هذا لومبرياج. لومبرياج تقريبا نشوفو راه اللي كيسوق الطوموبيل راه تقريبا السوق ما مختلفش على زعما حتى هي فيها لومبرياج فيها فيتاس داكشي اللي كاين حتى في الموتور. هذا لومبرياج يعني باش بغي ندوزو الفيتاس ضروري تنشدو لومبرياج هكا كامل ونديرو بروميان وعاد نرخيوه. وهذا الفرا القدامي، الفرا القدامي لومبرياج. ندوزو لهنا اللي قسنا برجلينا، هذا هو الفيتاس، هذاك الفيتاس اللي كاين في اليد في الطوموبيل هنا في الموتور فيه في الرجل. الا جيتي تشوفو هنايا
هانتوما كاينه بروميان لتحت، ان هي النوتر هي بوامور، وكاينه الدوزيام الفوق، تروازيام كاتريام سانكيام سيزيام، هما رسمينو هنا. يعني بروميان لتحت، بومور كتطلعي شي شويه كتهبط البروميان، وكتطلعي واحد النغيزه شويه، دوزيام كتهبط البروميان وكتطلع مجهد، هذيك هي دوزيام، تروازيام تطلع عاوتاني مجهد، كاتريام مجهد، سانكيام سيزيام حتى كتوصل عاوتاني كتبقى تكراط وهي غاده. هذا هو اللي كاين. ندوزو نشوفو شنو كاين في الجهه الاخرى في الموتور. هذا ديال صاحب الكابراج، هذا الفراند اللور، هذا تنستعملوه غير تنعاونو به. واحد الحاجه مهمه اخوتي خصكم خصكم تعرفوها، اللي هي الموتور الكبير. شحال واحد مثلا، انا براسي يعني فاش شديت موتور كبير ما كنتش عارفها، الموتور الكبير الفران هو القدام، هادشي اش كتلقاي دايرين فيه جوج ديسك، ديسك من هنا وديسك من هنا، راه هذا هو اللي تيحبس لك الموتور، هي الرويضه القداميه راه ماشي اللور، حيت معروفين الماطر الصغار الفران فيهم هي هو اللور، اللور باش يفراني والقدام غير تعاون به. حنا لا، هذا غير تنعاونوا به، لك شي داير في شي فيراج باغي يغلب كل شي حاجه كتعاون بهذا الفران. يعني الفران في الموتور الكبير هو الدياسك ديال القدام، حيت راه فيه جوج هما مرفورسين، داكشي راه عارفين علاش، حيت هذا هو اللي تيكالي لك الجهد ديال الموتور. الا شديتي الفران دلور تبقى غير زالق وصافي، حيت الثقل ديال الموتور كامل راه كاين القدام، يعني هاد الرويضه هي اللي تتحبسك. يعني كما كيقول واحد المثال واحد شائع عند اللي كيسوقو، تعلمت فراني قبل ما تعلم تكسيري، تعلمت فراني قبل ما تعلم تكسيري، يعني خصك تعلم فراني هو الاول. صافي اخوتي، يعني هذا هو الحوايج اللي زعما يمكن نعرفوهم في الموتور اللي كتستعملهم. دابا ندوزو للتطبيقي، نشوفو كيفاش دوز من بومور للبروميان، وكيفاش تقلع بلا ما يسكتلك، وكيفاش هادشي غادي نتعرفو عليه. يا اخوتي دابا غندوزو للتطبيقي. كما قلنا تندورو الكونتاك، تيطلعو هاد ليكوي داخل الفوق تيهبط، تنديماريو، تندوزو بروميان باش نرخيو، تنرخيو لومبراج غا شوية، وفي نفس الوقت تنكسيريو غير بشوية هاك، صافي إذا حسبي قلاه صافي تنرخي يدي من لومبراج. نعاودوها نديرو بامور، تنديرو كيما قلنا بروميان، نطلعو شوية هانتوما، تنديرو بروميان، ترخي واحد شويه، وفي نفس الوقت راني تنكسيري واحد النغيزه ماشي بزاف، ها كنرخي و تنكسيري، رخي و كسيري، تيقلع الموتور الراس. هادي غير مع الولف، غير مع الولف، يعني من بعد فاش غادي تتعلم مراه تتولي تجيك عادي بلا كديرها بلا ما تفكر. نتوما غنعاودوها اخر مره، كنديرو بروميان، طلع يدي شويه، من بعد انت اي موتور كديرها يقدر يسكت لك هانيه، راه ماشي عيب سكت لك المره الاولى، راه بروفيسيونيل يسكت لهم، حيت اي موتور عنده العبار ديالو بوحدو في لومبرياج، يعني ماشي موتور كاملين بحال بحال، نقدر انا هذا قلعت به هكا نشد واحد اخر يسكت ليا، ولكن هي المره الاولى الثانيه صافي تعرف العبار ديال لومبرياج فين تيسكت، فين باش خصك انت تزيد تكسيري. ها انت كنزيد شويه هكا، ها انتوما نجرب غير لومبرياج بوحدو. هنا تحس بيه تيدير هكا واحد الشيء بحال اللي كيزيد، انا نعاون الكسيراتور، عاون الكسيراتور صافي تيزيد. ومن بعد دوزيام، تروازيام، نعاودو، تنديرو بروميان مرة أخرى، نطلعو شوية، صافي. دوزيام ترخف الكسيراتور شوية وندوز الفيتاس. خوتي باش تكونوا عارفين جوج حوايج معروفة صعاب في الموتور بالنسبة اللي عاد بغى يتعلم، جوج حوايج صعاب في الموتور بالنسبة اللي عاد بغى يتعلم، هو البروميان باش تقلع بها، يعني باش تقلع هي تقلع فتقلع، راه دوزيام تروازيام داكشي راه ساهلين، باش تكونوا عارفين البروميان هي اللي صعيبة، يعني باش تقلع من بومور البروميان هي اللي صعيبه في الموتور، غير قلع بيك راه ساهل، راه دوزيام تروازيام داكشي راه بحال الماء، راه خاطر كاع لا باش ديجاش لومبرياج غادوزو، غير هو تفرع الموتور، بلا لومبرياج كاع ديرها كيدوز. وحاجه اخرى اللي صعيبه اللي ثانيه اللي ما قلتها لكمش هي الدور بالموتور، يعني الموتور معروف ثقيل، يعني باش تدور به بحال هكا، هذه هي الحاجه الصعيبه الثانيه في الموتور،
اللي تكسبها مع الوقت، ماشي زعما انت يلا باغي تعلم يعني فاش تكون يلا جديد في الموطور راه يولي خصك باش تدور هنا تقدر تمشي هكا كتقدر تجيك فهمتيني يعني تتقرب للطريطوار عاد تقدر تدور على خاطرك. لكن بعد فاش تجي للسوق عادي تشوي تشد العبار غير بالومبرياج وتدور غير بلاصه هكا بلاصه صغيره، ولكن هادشي ما تتعلموش في البلاصه يعني فاش كون كتعلم راه ما يمكنش تجينيش راه حتى واحد ما تزاد بعلم ما يمكنش تجينيش تزيد ليش انا وتطلع للفوق يعني درجه درجه مع الوقت مع الممارسه هادشي تتعلمو. هادشي اللي كاين اخوتي في الفيديو ديال هذا النهار. ما تنساوش دوزو عندي الانستغرام، دوزو عندي الانستغرام ديالي راه تنحط فيه شي مرات بحال دابا هذا الفيديو هذا راه جات حتى الطلب ديالكم راه تشاورت معاكم عاد باش درتو يعني وشت الناس بزاف قالوا لي بغينا نتعلموا بغينا كيفاش شي فيديو كيفاش سوق موتور كبير. دوزو عليا الانستغرام وخليو لي لايك ديالكم، قولوا لي شي حاجه نسيتها، قولوا لي شنو بالكم في هذا الفيديو، مهم اي حاجه جات من عندكم مرحبا بها، وسبسكرايب اللي ما دارهاش، ونخليكم مره اخرى على انغام انغام. هاد اش نقول لكم الديسك اللي تيبورشني انا تنصمت اللي تيبورشني. يلا نتلاقاو في فيديو جديد، بيس.